سطيف. أنا تكوني أنا وياه لحالنا وتيسروا. شو ما سمعتوني شو عم بحكي؟ عملكن احملوا حالكن وامشوا، روحوا ساعدوا الرجال بتسليم السلاح. يلا أمرك عبيد. ايه سطيف احكيلي لشوف، شلون كنت تنقل الاخبار عن اهل الحارة والسوار؟ شلون قتلت الزعيم واب سمير الحمصاني؟ عقيد بوس ايدك تسامحني. عقيد بوس ايدك تسامحني. احكي عم قلك. عقيد والله انا ما كنت بدي اقتل حدا. رح تحكي ولا بخلص عليك لك واطي؟ بحكي. احكي لشوف. عقيد انا اول شي راقبته لابو سمير، صرت شوفه وكنت عامل حالي اني ماني شايفه، بس انا كنت شايفه بعيوني. بعدين عقيد ركضت وراه ومشيت شوي ما خليت حدا يحس علي. بعدين طلعت له من قفا الحيط بدون ما ينتبه علي، مسكته ناولته ضرب قهري. عقيد الزعيم كان كاشف اني انا اللي قتلت ابو سمير الخمصاني. طلعت الخنجر عقيد، تخبيت قفا الحيط وغطيت له للزعيم، ولما فتل ظهره ضربته للزعيم ضرب عقيد. ولما فتل علي نزل دام على وشي عقيد وشافني وعرفني. عقيد هو عرفني قبل ما يموت، اللي عرفتك يا واطي. قتلته للزعيم عقيد، انا اللي قتلته للزعيم. يا باطل بدي احلف برحمتك، بس انت طوال عمرك ما بتحبني احلف الا بالله العلي العظيم. قسما بالله العلي العظيم واللي خلق الكون بست ايام، يحرم علي النوم طوال غريمك عايش يا زعيم. وما بكون العقيد ابو شهاب اذا ما قتلته بايدي هدول. بوس ايدك لا تقتلني عقيد. عقيد بوس ايدك لا تقتلني عقيد. هي تار الزعيم وهي تار ابو سمير الحمصاني، وهي تار الزيبة وكل اهل حارة الضبع. كل الضباع تنهش لحمه لهالخوان. شبنا عصام؟ كلب وفطس وخلصنا منه.